بسم الله الرحمن الرحيم الاخوان، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو التجربه ديالي الاولى ديالي، اول مره تندير الفراخ ديال الكناري، يعني الانتاج. وتنوعدكم بانني غنقول لكم كل المراحل اللي مريت منهم. فعلا لجأت للاخوان اللي فايتيني في التربيه وعارفين، وانا قررت باش نتقاسم معكم هذه التجربه اللي درتها ونجحت معايا اللهم لك الحمد. هذا الموسم، هذا موسم 2022، بديتها من مارس 21 الوقيته اللي جبت اول الفراخ، ولكن قررت في الانتاج حتى 22، واللهم لك الحمد كانت النتيجه مزيانه. انتم غادي تشوفوا الفراخ وتشوفوا كل شيء، الانتاج الاول والانتاج الثاني ان شاء الله ما راحين. لهذا قررت نفرق معكم التجربه اللي مريت منها، مثلا المرحله ديال الاكل، تجهيز، كيفاش درت، قمت بتجهيز ديال الفراخ، كيفاش درت باش لاقيت الفراخ الذكور مع الاناث، كيفاش باش عزلت الاقفاص هاد لي سيباري باش تيصلحوا باش نفعوني. يعني تجربه مزيانه، اول مره تنخدها. كان عندي هاد الاقفاص هادو هما حتى هما لا باس بهم، راه باقي الان داير فيهم شي ازواج ديال الكناري، راهم مفقصين، كاين اللي مبيض وكاين اللي مفقص. ولكن بغيت نتقاسم معكم التجربه هذه، فعلا الحمد لله كانت تجربه ناجحه، وبغيت كل مبتدئ بحالي حتى هو يزعم ويعرف بالله راه ممكن يبدا وغير بشويه ويدير نفس الطرق وراه ناجحه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، ناجحه لا في الاكل ولا في الوقايه ولا في كل شيء، اللهم لك الحمد والشكر. وتنتمنى ان شاء الله نفيد اي واحد تيشاهد هاد الفيديوهات ديالي. هذا كان غير واحد من الفيديوهات اللي قررت باش عاد نبدا. اقفاص راه كاين خاوي، ان شاء الله غادي نبدا خلال هذا الاسبوع هذا، غنوجد كل المعلومات اللي توصلت ليها واللي عرفتها واللي كانت سبب في النجاح ديال هذا الانتاج هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتقاسمها معكم. وتنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ويكون شي واحد استفد معايا، واخا غير واحد ولا جوج من المبتدئين بحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الفراخ ديال هاد الموسم تبارك الله راه كبروا، وكاين فقس ثاني اللهم لك الحمد. كان البيض دابا كاين فقس ثاني، دابا نعاود نصوروا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادي وانت حاضنا تاكا، كاين فقس ثاني، لكن من بعد ان شاء الله نصوروا كل شيء. هادو دابا فراخ ديال هاد الموسم كبروا تبارك الله ما شاء الله، شي فراخ كبروا تبارك الله ما شاء الله. وانت تبارك الله داير العش، هادو كلشي فراخ ديال هاد الموسم اللهم لك الحمد. شهر واحد، شهر جوج، اللهم لك الحمد والشكر. كلشي فراخ ديال شهر واحد وجوج 2022، وانت راه تاهي حاضنة. هنايا ما شاء الله كاين فقس جديد اللهم لك الحمد والشكر، حاضنا عليهم الأنثى. كاين واحد الفراخ هنا كذلك، كاين البيض، مكاينش فقس، ولكن كل خير إن شاء الله مراحل قريبا، واحد يومين ولا ثلاث أيام إن شاء الله. الذكر اللهم بارك، ترجمة
هنا تا هو كاين فقس جديد، كاين شي جوج ديال الفراخ ولا ثلاثة، الله أعلم. ما طليتش اليوم، شوف واش كاين الثالث هنا، هادو باقين. نسأل الله الخير. اللهم بارك، الله يوفقنا في الرعاية ديالهم، في الإطعام ديالهم. تنوجد إن شاء الله باش نبدل هذا المكان هذا، وغادي ندير واحد المسرح هنا طويل كبير، كاين الفراغ، عندي واحد المسرح باش نطلق فيه الفريخات إن شاء الله، كاين كبير، كاين اتساع إن شاء الله الرحمن الرحيم. جبت كل شيء اللي خاصني، الخشب وكل شيء شفتو، ان شاء الله غنبدا فيه الاسبوع المقبل، لان الفراخ دابا كبرات خصني نحيدها من القفص ان شاء الله الرحمن الرحيم. دعواتكم لنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فراق جديدة في الأيام، اللهم بارك، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم بارك وزد في ذلك، سبحان الله. فراق جديدة، اللهم بارك. تنضم ثلاثة أربعة الفراخ، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله وبحمده.